طب احنا دلوقتي عاوزين بقى نعيد توزيع هذا التركز، يعني هتلاقي حضرتك ان الدوله المصريه هدفها كله ان هي توزع تعيد توزيع المصريين، عشان كده بتعمل 24 مدينه دلوقتي ومستهدفه تعمل كمان 8 مدن تانيين، عندنا 32 مدينه المفروض يكونوا جاهزين يعني في حدود 20 30. جزء كبير جدا من هذه التنميه بيستهدف سينا، وبيستهدف سينا عن عمد. هتلاقي مثلا حضرتك مثلا في التعليم، هتلاقي حضرتك ان في مدارس عامه اتعملت، مدارس يمنيه، مدارس دوليه اللي هي المدارس الدوليه الرسميه، دي مدارس حكوميه علشان تغطي كل الفئات، كل فئات الطلبه في سينا. هتلاقي حضرتك مراكز ثقافه، مراكز ثقافه، نوادي وخلافه. هتلاقي حضرتك مستشفيات عامه اللي هي عندها كل التخصصات، مستشفيات تخصصيه، وهتلاقي حضرتك كمان انديه، وهتلاقي حضرتك زراعه بتوسع بشكل كبير جدا، ربط بقى لسينا سواء بالانفاق او سواء بالطرق، ربط بين المواني في سينا والمواني العبر الرئيسي. يعني مثلا هتلاقي حضرتك مينا العريش بيرتبط بمينا بورسعيد بطريق، والطريق ده مكمل لغايه مطروح، الطريق الدولي الساحلي. هتلاقي حضرتك في ربط طولي ما بين العين السخنه وبورسعيد بيمتد لاحقا، يعني هيمتد لداخل سينا. الانفاق اللي اتعملت، المطارات، 6 مواني بيشتغلوا فيهم في الأقل الاقتصادية لقناة السويس دلوقتي، منهم يعني 4 أو 5 منهم جوه سينا، وهكذا. في قصد ونية وعزم أكيد على زي ما قلت لحضرتك كده تطبيع الحياة في سينا، بحيث إن المواطن في سينا يبقى أكنه قاعد في القاهرة، أكنه قاعد في كفر الشيخ، أكنه قاعد في المنصورة، أكنه قاعد في أسيوط، مفيش فرق.